عليكم حبيباتي، اهلا وسهلا بكم في القناة تاعي دالي ماركوزين. اليوم جبت لكم هاد الوصفة تاع المتوم تاع الدجاج، وان شاء الله هاد الفيديو تلقاكم بخير بصحة جيدة ان شاء الله. بسم الله نعطيكم مقادير. هنا جبت الطاجين تاعي تاع الطين، انا درت هنا 4 مغارف تاع شا تاع الزيت، ومغرفة هكا ماشي عامرة تاع السمن. وهنا عندي بصلة يعني عشيتها يرحيتها بالأشواء بالروبو. أنا عندي حبة طوماطيش تاني قشرتها ونحيت لها زريعة ورحيتها تاني بالروبو. هنا عندي حميصة طيبة في كونجيلاتور. وهنا عندي التوابل، عندي تاني الملح ما ننساوش، عندي إنكويس نتوما ديرو على حسب العائلة وكل واحد ومقدور تاعو. أنا عندي مغرفة تاع قهوة تاع طوماطيش المصبرة طماطم معلب. وهنا عندي 3 فصوص ثوم، هنا عندي فلفل اسود، شويه تاع راس الحانوت، وشويه تاع البودره تاع يربي كيفاش نقولها هذيك تاع المتوم راحت لي برك. هنا شويه زنجبيل، شويه كركم، شويه تاع قرفه. كي تشوفوا هاي لي شويه تاع قرفه، وهنا شويه تاع هذاك الفلفل الدريس. انا رحيته قلت لكم شحال من خطره كي نطيب به، انا نلحق نلقاه واجد. درت يا ربي هكا شويه، نتوما ديروا على حسب الحروريه اللي حبيتو. وهنا مغرفه تاع قهوه تاع فلفل عكري حلو. يعني واش اللي درت هنايا حنديرو في لاصوص وحنديرو في لي بولات تاع البولي اشي. سما هنايا واش درت هنايا حندير هنا كيف كيف باش ما نعاود لكمش، يعني ما نطولش الفيديو. بسم الله، عندي الزيت والسمن، وحنزيد معاه هاد الدجاج هكذا، ونزيد معاه تانيت البصل. يعني ندير كلشي بارد في بارد ونقلي هايلي. وهذا نخليه شويه هكا يا ربي. قسم غرفه تاع شاه بومبي معمره نخليها البولي اشي تاعنا، يعني الدجاج المرحي تاعنا. هذه هي. ونزيد هذوك الطماطم، هذه كيفيات تقدروا ديروها مام في رمضان، نعطيها لكم يديروها مام في العراس، بزاف بريزونطابل هايله. ونزيد الطماطم تاعي والثوم، كلشي قلت لكم نقليو على ضربه، والملح ندير هيكا كي نمرق ماشي دركا. ونزيد التوابل تاعي اللي قلت لكم عليهم هايليك. واش لي درت هنا في لاصوص حنديروه في الدجاج تاعي الملحي هايليك. هذا نخليه الدجاج تاعي الملحي، ونجوزو هيكا القدرة تاعنا نحطو فوق النار. شوف هكا حبيباتي نبدا نقلي، لازم تعطيو الوقت تقلية بلا عقل بلا عقل بلا عقل باش يجيكم بنين، باش هاد التوابل كاع يدخل في الدجاج. واللي ما عندهاش ما تقدرش دير لاكويس ولا يعني تقدر دير هذوك الأجنحة، وكل واحد يجي من بنين تانيت. هذا دوكا هاد المتوم تاع الدجاج يديروه ما في العراس حبيبة قلبي، اللي ما يقدرش يدير يعني هاد الأكلة التقليدية يديروها من زمان هكذا. ونقلب تجيكم لاصوص تاعها خاطرة هايلة. وحبيت نقول لكم تاني حبيبات قلبي، اللي تكون عندها طياف يكون عندها يعني حدير بزاف الدجاج هكذا، ماشي في هاد القدرة تاع الطين، تقدر دير في طنجرة تكون واسعة، دير اللحم تاع الدجاج وحده، ومن بعد دير هادوك لي بولات كيفاش ديرهم ما ترميهمش هنا وين كاين الدجاج. تقدر تعمر في هذيك المرقة، تزيد شوية لاصوص يعني تزيد شوية تفرغ الماء، وتعمر كي بدا يغلي نص طياب تاع الدجاج، تعمر من هذيك لاصوص هنايا ودير في تنيجة واحدة أخرى، ودير هادوك لي بولات باش كي تعمر لي بولات مع اللحم تاع الدجاج ما يتكرازيلهاش. هكا كيكون ضياف ان شاء الله يا ربي يرفع علينا هذا الوباء نوليو تزورو بيناتنا. ونخليه يتقلى هذه حبيباتي. هنا بعد ما تقلى لي يعني بالطبع كل خطأ نقلبو نقلبو حتى وين راكو تشوفوها. وهاد شتيطها كيما نقولو المسوم ولا شتيطها كي كل واحد كيشهدها، نديرو لها شويه ليده ما كتشوفو، لازم تكون ميدمه. هذه هي اكله تقليديه. دوك نمرق بسم الله على بركه الله، وتجو كي نمرقو هكذا
نشوف مازال ما درتش الملحه. ايوا نزيد شويه باسكو ندير حسابي بلي كاين هذوك لي بولات كريات تاع الدجاج المرحي هادي، وندير الملح، ندير الملح ولا خصني نزيد خير شويه. قلتلكم هايله مليحه ما في رمضان هذا، ان شاء الله ربي يهنينا. والحميصه تاعي طيبه، حتاني طيب لي كلش باش نرمي هذيك الحميصه. فوالا بسم الله، هنا عندي صدر الدجاج تاعي، انا شيت قيس 30000 يعني باش نفهمكم. هاوليك بسم الله، عندي مغرفه تاع قهوه تاع طماطم مصبره وثلاثه سنينات ثوم يعني مرابيين. هايليك من هذاك البصل خليت لي رحيتو، درت لاصوص وما نديرش هذاك الماء تاعو. هاوليك نصفيه ماشي بزاف، هاوليك ونزيد زوج مغارف تاع عشا هكذا تاع لاشابلوغ يعني الخبز. انا نديرو في الدار كي يكون قديم، نقطعو لي طروش ونحمصو في الفور تاعي. وهنا التوابل واش درنا في لاصوص لي قلت لكم، حندير هنا في هاد الدجاج المرحي، صدر الدجاج المرحي ونزيد الملح طبعا الحال، وانتم ديروا على حسب الذوق تاعكم. هانيك انا نحب شويه بالسوس نخاف، لان لا طونسيون مليح ميم حنايا الصغار الكبار مليح واحد ينقص شويه هكا، ونعرك هكا مليح 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 باش يدخلوا له كاع هاد التوابل. وهذيك القرفه ما تبانش قرفه حبيبه قلبي، كي نديرو غير شويه كي تخلط مع هاد التوابل تتبدل تولي كيما راس الحانوت مع هاد التوابل، ما تبانش هذيك القرفه. وهنا ندير كريات كيش حبيت، كي يكون بزاف الغاشي نديروهم صغار، كي يكون العائله صغيره كبروهم يعني هكا شويه كتشوفوا على حسب يدي تعقلوا، ونجوزهم في الفرينه هكذا وننفضهم غير واش لي دالي هايليك هكذا. ندير لكم دوزيام الثانيه، دوزيام بولات تحتوها ما شاء الله هايليك هكا حتى نكملهم كاع. كي نكملهم نديرهم في لاصوص تاعي هايليك حبيباتي، كي ندير هكذا شغل ننفضهم شويه ما نديش بزاف الفرينه. ها ملي هاكو تشوفوهم ها هنا حبيباتي، بعد ما كملت هذوك الكويرات تاع الدجاج جوزتهم في الفرينه هايليك، ونقصت لهم ما خليت لهمش هكاك معمرين بلا فارينه كتشوفوا فيهم هامليك ها، ونحطهم ونقص لهم ابتي فو كيما طياب تاع زمان يتكتك غير بعقلو باش يجيكم جم الله الله. يعني غير كملتهم كويرات تاعي درتهم ديريكت، مستنيتش حتى يطيب لي نص طياب الدجاج تاعي ولا هاوليك. والحميصه سهله راهي طايبه حتى يطيب لي كلشي، هانا حتى يطيب كلش باش نرمي لداخل الحميصه تاعي هايليك حبيباتي. وهنا حبيباتي نجوزو الخبيزات تاعنا تاع المقله، سهلين خفاف نقدروا ناكلوهم بالشربه ولا بالشطحه واش حبينا يعني. بسم الله، انا عندي كاس تاع ماء دافي، كاس تاع حليب دافي، مغرفة تاع عشا تاع الخميرة، مغرفة تاع قهوة تاع سكر كريستاليزي، ونخلط ونزيد كاس تاع سميد رقيق درتو تاع البركة
ونزيد كاس تاع الفرينه ونخلطهم كاع هادو هكذا. يعني هاد الخبيزات اللي ما تعرفش دير المطلوع ولا تقدر ديرهم هايليك، ونغطي عليه ونخليه مدة 10 دقائق ونولي لعندكم. هنا بعد ما طابلي كلش هنفرغ الحميصة تاعي هايليك، دوك تتغلى لي يا ربي 3 دقائق ونطفي عليها. وهي طابت لي يعني المتوم تاعنا تاع الدجاج. نتوما المريقه كيفاش حبيتوا على حسب العائله، كاين اللي يحبوا المراق شويه، كاين اللي شويه شويه. هكذا حبيباتي. هنا بعد ما خمر لي هاوليك كتشوفوه بعد 10 دقائق ندير له شويه الملح هنا، يعني ملحو نتوما على حسابكم حبيباتي. ونزيد كاس تاع فرينه كمل خير بيدي، كمل خير بيدي هكذا. نزيد الفرينه ثاني بصح تدريجيا مش على الضربه. هذا كاس ثاني لازم تجيكم لاباط يعني العجينه تتلاصق شويه متماسكه بصح تتلاصق شويه. دوك تشوفوا فيها كيفاش راهي تتلاصق. درنا كاس هنايا وزدنا كاس تاني ما كملناش كاع هاوليك. ما نحسبوش هذاك اللي درنا لا بروميير فوا باش نديرو ان لوفا، هذاك ما نحسبوش. من بعد ما خمرت لنا 10 دقائق درنا كاس واحد وهكا تحت النص. دوك نطميها هكا راكو تشوفوا فيها كيفاش راهي تتلاصق. شوفوا هايليك باش تفهموني. هذه دوكا نخليها تخمر هكا ما نزيدش نكملها سينو تاني راهي تلصق وتزيد. نغطيها بعد ما تخمر لي نولي لعندكم. هاوليك حبيباتي خمر لي بعد 10 دقائق ما تخلوش فوق 10 دقائق، حطوه قدام الفرن يكون سخون. بسم الله نبدا شويه ندردر شويه سميد رقيق. وهنا ندردر هكا شويه تاع السميد باش نعاون روحي. ما نديروش برك بزاف باش برك ينشف لنا هكا على الطبله ما يتلصقلناش. ونقطعهم هذا اللي درت هذيك لاباط بهاد السميد صافي. هاوليك خبيزات صغار درتو على 8 هاليك. درت شويه سميد هكا هنا هكا، كل ما نشوف يدي تلاصق
ندير شويه هكا، ها ندير هكا شويه يديا فوالا، ونديرهم هكا حني ونات صغار هايلي، ونحطهم ندبلهم هكا شويه باش ما يتلاصقوليش فوق لون طرافاي تاعي هايلي. فوالا لي درت شويه تاع السميد رقيق، وندير ثاني شويه من فوق بسم الله، ونبدا نحلهم هكا بالحلال. وني شعلت المقله تاعي يعني بالعقل، نديرهم هكا مدورات فوالا هاوليك، ونحطهم هنا في الطرشونه. هذيك الطرشونه دردرت لها شويه تاع سميد هاوليك، نزيد ثاني وحده اخرى هاوليك السمك تاعو هاوليك هكذا، ونحط نكملهم كاع هكا ونخليهم يختمروا شويه، وندردر شويه هكا السميد من فوق باش ما يتلاصقليش كي ندير الطرشون عادي من فوق. هاوليك حبيباتي بعد ما جازو ثاني 10 دقائق هاوليك خمروا لي هاوليك، دوك نبدا نحط المقله تاعي بسم الله. انا حطيت ودرتو في النار متوسط، زيت ثاني وحده اخرى ندير هكا ثلاثه فوالا، وهنا غير نشوف هكا بدات شويه تتنفخ لي ما نخليهاش حتى تحمر، نقلبها هذه تانيت هكا وهذه تانيت هاي وهنا تاني نزيد نقلبهم هاليك طابت لي نحيهم كي نشوف لي كوتي يعني ماشي بالسيف نحمروهم كاع، هاد الخبز كيما نقدرو نديرو فيه مام لي سندويتشات هكدا مازال شويه دوك حبيبات قلبي نكملهم كاع نطيبهم وحدي كي نكمل كاع حبيبات قلبي، نتلاقاو ان شاء الله في طبق التقديم ان شاء الله. هاوليك حبيباتي المتوم تاعي تاع الدجاج هاوليك ما شاء الله يشهي حار، هذا الطبق تقدروا ديروه في رمضان وكما تقدروا ديروا هكا في يعني مع العرس تاعكم، يعني هذه الاكله تقليديه نقدروا نديروها من بالدجاج ماشي غير باللحم يعني حريوره الله الله هايليك. نوي لكم انبول كيفاش خرج لي من الداخل رطب كي دان له هذاك الخبز وما يبانش بلي فيه الخبز هاوليك، يعني حبيبه قلبي وهاوليك الخبز تاعو يعني اللي رافقته مع هاد الشطيطه شوفوا كيفاش جاني ما شاء الله، شوف شجا يشهي خفيف، هذا اللي ما تعرفش دير المطله تقدر ديرو يعني تاكل به تجوز كيما تكتوكه كيما هكا الشطاطحات هادو كاع، هاوليك كيفاش جاني خفيف هايل بزاف بزاف هاوليك، خفيف 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 بلا ما عجناه هاوليك هاوليك راكو تشوفو فيه ها، هذا دوكا تقدروا ديروه تاني سندويتشات كيش حبيتو نتوما، ان شاء الله يعجبكم الفيديو تاعي ولا عجبكم بارطاجيو لي ابونيو باش يبقاو يصلوا لكم لي فيديو تاعي بصحه والراحه،
فيديو واحد اخر ان شاء الله. دوك ندوق معاكم باش تشوفوا. حاره وهايله صحه والراحه.